السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم فادي البلتاجي من هاي دي. النهارده بنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع اللي هو الزراعه، او الناس اللي عندهم زريعه عندهم اجله في شهر 3 و4 و5. يعني 5 ممكن ما يحصلش فيه المشاكل ده، بس هو بيختاروا شهر 3 و4. بس شهر 5 لو فيه برده سقعه وحر برده هيبقى برده نفس المشكله، وبيحصل الكلام ده برده في 9 و10. المشكلة اللي بتحصل الوقت في الفترة دي ان ولا الجو ساعة ولا الجو حر، يعني بالليل من بعد المغرب لغاية الصبحية لغاية مثلا الساعة 10 بيبقى المية بتبقى ساعة جدا والجو بيبقى ساعة، تمام؟ بعد كده من بعد الساعة 10 لغاية العصرية الجو حر ولع، تمام؟ فبيحصل حاجة اسمها اجهاد حراري للنبات. النبات بيحصل له حاجة اسمها اجهاد حراري. تيجي تبص اجهاد النبات، بتيجي تبص تلاقي النبات مسفر وحجمه صغير مش عايز يكبر، مهما تحط مغذيات مهما تحط اي حاجة بتلاقي النبات مسفر وحجمه صغير. الصفار ده لو هو كبير ومسفر ده يبقى ناقص حديد، تمام؟ بيبقى ناقص حديد. لكن لو مسفر وحجمه صغير معنى كده ان في النبات مجهد، بسبب ان الميه ساقعه ويجي بالنهار الشمس تطلع حاميه جدا، تبقى من تحت ساقعه ومن فوق الشمس حر جدا، فبتعمل النبات يعني ولا اديني ولا ساقعه ولا حر، فبيحصل له حاجه اسمها اجهاد. يعني من تحتي بيبقى سقعان الميه ساقعه ومن فوق الشمس حاره بتلسع النبات، فبيحصل له مشاكل اسمها اجهاد، وبيحصل مشاكل للخلايا بتاعت النبات. يعني لو تشوف الفيديو السابق اللي هو نازل بتاع الحوض اللي فوق، هتلاقي النبته الحجم بتاعها كبيره ومخدر وحلوه. هنا هو زي ما انتم شايفين كده اهو، النبات صغير واصفر مصفر. النبات صغير ومصفر، وفي بعض النباتات ناشفه، في بعض النباتات ناشفه. دي النباتات الصابت وماتت، يعني النباتات بتبقى خدت لسعه برد جامده وماتت. فانت بتحافظ على النبات، يا اما انت طبعا في الوقت ده لو انت حاطط مشمع، لو حاطط المشمع وقافل عليه مشمع جامد، طبعا مشمع جامد، ولو انت قافل كويس من 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 الصبحيه لغايه العصريه او بعد العصريه الشمس حاره جدا، والمشمع ده هيكتم الحراره على النبات، ان الجو هيبقى حر جدا جوه في الصوبه، انت برضه كده بتعمل مشكله للصوبه. فانت الناس اللي عامله مشمعات لازم تفتح من الجناب عشان تعمل تهويه، تمام؟ طبعا يفضل انك لازم في الفتره دي بتركب نت. طبعا النت بيحفظ ان لسعه الشمس اللي بالنهار ديت بيحفظها، لسعة الشمس اللي بتحصل بالنهار دي بيحفظ النبات من لسعة الشمس. بتركب نت حسب المنطقة عندك، لو درجات الحرارة عندك بتتكلم في حدود ال 35 يعني ما بتوصلش ال 40 بتركب 63%، بتعدي ال 40 يبقى تركب 75%. طبعا لو بتعدي المناطق فيها ال 50 بنركب اللي هو ال 85%، تمام؟ فانت طبعا احنا طبعا ركبنا الصوبة دي النهارده على اساس ان احنا نحافظ على النبات ويبدا يديني انتاج، لان الحوض اللي انتم شايفينه ده بقى له 3 ايام ما خدتش منه، والنبات مصفر وحجمه صغير وما بيكبرش بسبب الاجهاد اللي بيحصل للنبات. فطبعا لازم تغطي بالنت عشان تحفظ الحراره، ما تخليش النبات يلسع النبات ويبدا النبات في الانتاج بتاعه. لو تحت الميه ساقعه والجو حر وهيبقى الجو من فوق معتدل بالنسبه له، لما هنحط الصوبه دي هيعتبر بالنسبه له زي جو الشتاء اللي احنا كنا شغالين فيه الفتره اللي فاتت نزلناه وكان بيبقى فيه انتاج. لكن لما يبقى عندك، انا عندي، تيجي تبص تلاقي الانتاج قليل والنبات صغير، طبعا في ناس بتقول لك ده كده في نقص تغذيه، يقعد يحط غذاء غذاء غذاء. دي المشكله بتحصل كل سنه مع الناس، يقعد يزود مغذيات ويزود سباخ على ان كده عنده نقص تغذيه، والناس يكلم الناس على النت الناس التانيين يقولوا له حط تغذيه، حط سوبر فوسفات، حط كذا حط كذا حط كذا، او حط سباخ، اعمل سباخ محلول وحطه. طبعا التغذيه زي ما قلنا لو زادت في الميه وهيحصل عندك المشكله بتاعه الطحالب والريم، هيحصل عندك اللي هو الطحالب وبعد كده يحصل عندك الريم.
بيبقى كده دمرت الحوض ويبدأ النبات يضرب معاك بني، الجذور بتاعته تتعفن ويبدأ يضرب معاك بني ويموت، وبتعمل بيئة صالحة لنمو الحشرة. لأن الجو الحر ده الحشرة بتاعت النباتات اللي احنا كنا نزلنا الفيديو بتاعها السابق وهنحطه لكم في الوصف، انت كده بتعمل بيئة صالحة للنبات. الحشرة دي عايزة جو دافي عشان خاطر تعيش فيه. طبعا انت عملت لهم من تحت جو رطب ودافي، فانت كده هو بتعمل بيئة صالحة للحشرة. هتلاقي عندك الحشرة اشتغلت وبدأ يضرب النباتات عندك بني وبدأ الحوض عندك يطلع. فاحنا بنعمل بتحافظ على التغذية، تخلي بالك على التغذية زي ما قلنا في الفيديو السابق اللي احنا نزلناه، ان ولا التغذية هتبقى كتيرة ولا تبقى قليلة، بتعمل معيار بالكوباية وتشوف ان المشكلة عندك تغذية مظبوطة ولا لا. بس تقريبا الفيديو ده احتمال ينزل بعد ده هننزله مباشر، مش هنأخره شوية زي بالترتيب عشان خاطر المشكلة دي وقتها الايام دي هتبقى تقدر الناس ايه تشوفها وتتغاضاها، لان انا بنزل فيديو كل 3 ايام ففي فيديوهات متأخرة، يعني عندي بتاع حوالي 4-5 فيديوهات متأخرين ما نزلوش، فممكن يكون الفيديو بتاع طريقة التسميد ديت هينزل في الفيديوهات المتأخرة. فيا جماعة اللي زرع أزولا لو حصل عنده النبات قلنا صغير ما بيكبرش ومدي صفار كده عندك مشكلة حرارة، في إجهاد حراري في النبات، فأنت لازم تغطي بنت. تمام، لازم تغطي بنت، والموضوع سهل جدا زي ما انتم شايفين. احنا عندنا هنا في عمدان ركبنا سلك اللي هو السلك اللي هو الرفيع اللي هو النيكل ده. تمام، بنركب السلك اللي هو رفيع النيكل ده اهو. تمام، الموضوع بسيط جدا، بتركبه بتربطه في العمدان. انت ممكن تعمل 4 عمدان حوالين الحوض وتربطه وتربط السلك فيه، وبعد كده بتشد عليه النت وتربطه بسلك رباط زي ما احنا. الموضوع سهل جدا وبسيط، يعني الموضوع مش مكلف. النت ده هتلاقيه في السوق المتر في حدود ال 10 جنيه، ممكن تلاقيه اغلى من كده في مناطق، بس هو متر في حدود ال 10 جنيه. الله اكبر. النت هتلاقيه متوفر عند الناس، المتر متوسطه في حدود ال 10 جنيه. الناس القريبه منا وعايزاه او الناس اللي عايزاه شحن ومش عارفين يتوصلوا عليه ممكن يتواصلوا مع السكرتاريه على الواتس على نفس الرقم بتاعنا اللي موجود على الشاشه، والسكرتاريه ممكن يبعته لك شحن. تمام، فالموضوع سهل وبسيط ومش مكلف، بس انت بتحافظ على الزريعه بتاعتك وهتلاقي انتاج عندك مختلف خالص غير ما بتشتغل بالصوب النت. يعني الانتاج بيزيد عندك كتير جدا لان انت بتحافظ على النبات من لسعات الشمس والاجهاد الحراري. تمام، يا ريت يكون الفيديو كده واضح وهكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه واللايك عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم فادي البلدي.